انا فاطمه محمود. قولي لي اخبار الامتحان ايه النهارده؟ الامتحان بتاع العربي كان سهل وما كانش فيه يعني، هو اسئلته كانت كتيره بس هو كان سهل جدا يعني، والقراءه المتحرره كانت سهله برضو، حاجات كتير كانت سهله. القصه انا سامعه ان في مشاكل على القصه. لا القصه جاب اصلا فيها تقريبا سؤالين، السؤالين كانوا اسهل من بعض. المفروض اللي مذاكر القصه مثلا هو اللي يشوف السؤال مثلا هيحله في ثواني، والنحو نفس الكلام. عن الأم، وكانش كتير وما كانش كتب كتير، وقال مش لازم عناصر برضو. يعني احنا برضو كتبنا عناصر بس هو ما كانش محتاج كتير يعني، ما السطور كانوا ما يزيدوش عن 10 فما كانش كتير بالنسبة لنا. الامتحان في المجمل قلنا هو في مستوى الطالب العادي ولا المتوسط؟ مستوى الطالب العادي. الامتحان بتاع العربي مستوى الطالب العادي يا عم. الامتحان بتاع الكيمياء، الامتحان اللي على التابلت ما فيهوش مقالي، اختياري بس. الامتحان الاختياري سهل جدا، سهل جدا جدا. الامتحان اللي هو الورقي هو بس كان فيه مساله في المقالي مش احسن حاجه، بس بمستوى الطالب المتفوق اللي هو فاهم بس. بتمتحني جزء على التابلت وجزء ورقي؟ الاختياري على التابلت، والمقالي بدوني ورقه فيها السؤالين المقالي. طيب الامتحان اللي على التابلت فيه اي مشاكل واجهتك؟ لا لا خالص، امتحان كويس جدا. النت كان كويس ما هنكش معاك؟ لا لا تمام، كله كويس، كله تمام. طب ايه اكتر مادة خايفة منها؟ فيزياء. فيزياء يا جماعة مش طبيعية، ايه ده؟ الناس كانت بتقول لي شيلوا كيمياء، بس الكيمياء ما بتتشالش، الكيمياء سهلة في مستوى الطالب اللي بيذاكر. الفيزياء ما بتحسي فيها حبة لخبطة شوية. الوقت كان كافي بالنسبة لك؟ ده احنا في العربي خلصنا في اول ساعة وقعدنا ساعتين، وفي الكيمياء بس خدنا وقت في المقال شوية بس. أنا اسمي جانا محمد. ليلي أخبار الامتحان إيه؟ كان حلو. العربي كان حلو بس أسئلة المقالي كانت يعني، والكيمياء كانت وحشة جدا. كل شوية أسئلة المقال وقفت قدامك، تقدري تفتكري حاجة منها ولا؟ لا. طيب الكيمياء كم سؤال تقريبا وقف قدامك؟ تقريبا كانوا خمسة بس. أسئلة التابلت كانت كويسة ولا كانت صعبة؟ لا كانت كويسة. دلوقتي بالنسبة لي كانت خلصنا قبل المعيد. ايه أكتر مادة جاية خايفة؟ الفيزياء والرياضة وبقية المواد. اسمك ايه؟ جنى أشرف. ايه العربي كان تمام بس الكيمياء كان وحش قوي 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 بجد. طيب الأسئلة في الكيمياء بره المنهج ولا؟ كان في اسئله اللي هي المقالي كانت كلها اصلا بره المنهج. طيب الوقت بالنسبه لك كان كافي ولا؟ العربي كان كافي بس الكيمياء لا خالص. محتاجه وقت. طيب قولي لي نظام التابلت ماشي معاكي؟ الدنيا كانت تمام ولا؟ لا هو كان تمام. والنت كان كويس؟ النهارده كان تمام عادي، لكن ما اعرفش بقى الايام الجايه. اتعرف بيكي؟ ندى عامر. لا العربي كان حلو ووقته كمان كان حلو. الكيمياء كانت وحشه، هي كانت وحشه قوي بصراحه. يعني كم سؤال تقريبا وقف؟ المقالي هو اللي كان وحش قوي. المقالي كان كم سؤال؟ سؤالين. ده كان ورق؟ طيب التابلت كان كويس؟ انا ما خدتش التابلت، بس هما كانوا بيقولوا ان هو كان كل شويه السيستم يقع. طب يعني انت الامتحان بتاع التابلت كان ورقي؟ كله ورقي. هو في مش كله خد التابلت، مش كله استلم، بس هو نفسه هو ايه. طيب الوقت كان كافي بالنسبه لك في العربي؟ في الكيمياء لا، الكيمياء كانت وحشه والوقت ما كانش اللي هو، بس مش كافي بس. تعرفي فرح ابراهيم؟ قولي لي اخبار الامتحان ايه النهارده؟ كان عندنا احنا اولى ثانوي عام، وكان عندنا امتحانين، واحد عربي وواحد كيمياء. العربي كان كويس، كان سهل، كان في مستوى كل الطلاب. الكيمياء كان متوسط شويه، يعني بالنسبه ان احنا اول مره ناخد كيمياء وكده، فالموضوع كان جديد علينا بس فاحنا الحمد لله يعني. كم سؤال في الكيمياء وقفت قدامك؟ سؤالين. المقالي اكتر حاجه وقفت قدامي، هو كده اصلا احنا التشوز يعني بنحله مقالي برضو، بس انا كنت مستصعبه المقالي اكتر بس يعني تمام حليته. التابلت كان كويس معاكي؟ الدنيا كانت ماشيه معايا؟ لا انا كنت ورقي. ما تحكيش
يعني وجود الوقت غلط، اللي حاطط الوقت غلط. يعني مثلا العربي 3 ساعات وهو مثلا الامتحان محتاج ساعه ونص بس، الكيمياء محتاجه وقت اكتر، محتاجه ساعتين مش ساعه ونص بس. مريم تامر، قولي لي اكبر الامتحانات ايه؟ بصي هو العربي حلو جدا، حتى القراءه هي اي نعم ما جاتش من المنهج وكده، بس هي حلوه قوي وسهله، يعني اي حد يعرف يحلها، المستوى اللي هو المتوسط اي حد. ولا بصي هو كيمياء يعني اتفرجت على فيديوهات وكده وكله، يعني الاسئله انا شفتها امبارح. بصي عايزه مستوى الطالب المتوسط برضه، مش عايزه الشاطر قوي ولا عايزه بس، لكن هي وحشه. المقال كله هم سؤالين مقال وقفوا قدامي والباقي. طب اسئله التابلت كانت كويسه؟ هي بس يعني في واحده صاحبتي كانت معانا التابلت بتاعها وقف مره واحده فما عرفتش تعمله، فالمستر قال لها ان هو مفيش حاجه يعني خلاص مش عارف تمتحن. حد بقى معيطت وكده وبعد كده عرفت تمتحن عادي. طب وقدرت ان هي تكمل ايوه قدرت، هو يعني قطع معاه في الاول اصلا في الاول، بس بعد كده كملت وامتحنت عادي. قولي يا اكبر الامتحان ايه النهارده؟ كان العربي كان سهل جدا، بس الكيمياء كانت صعبه شويه في المقالي. كانت صعبه. كم سؤال في المقالي؟ سؤالين في الاثنين، في العربي وفي الكيمياء. ما الكيمياء كانت صعبه شويه في المقالي، اما الاختيار كان حلو جدا اللي تشوز كله في المقالي، في الكيمياء والعربي الاثنين كانوا سهلين. تمام. الوقت كان كافي بالنسبه لك؟ العربي كان كتير قوي زياده عن اللزوم، اما الكيمياء كان وقته قليل. كنت محتاجه وقت اكتر؟ كان مثلا نص ساعه زياده بس، فعشان المقالي كان طويل. التابلت ايه يعني الدنيا ماشيه معاك كويس ولا في حاجه؟ هو حلو، كان حلو الصراحه معايا، بس كان في واحده ابتديت كانت قاعده عماله تعيط وكده بسبب ان هو ما كانش راضي يخش عندها خالص، فكان قاعده عماله تعيط لغايه ما يعني اشتغل وكده. يعني نقول الامتحانات مثلا في مستوى الطالب العادي ولا المتوسط ولا لا؟ حلو يعني متوسط، مش كانش وحش يعني. ليلى محمد، اولى ثانوي. اخبار امتحان الوقت كان ساعه ونص، واصلا عقبال ما جينا ندخل الامتحان على التابلت قعدنا فتره، الامتحان فتح بعدها فتره، وتسلم مستر سلمه في نفس الوقت، قال لنا لا ماليش دعوه انا لازم اسلمه في وقته. وكل تسلم الصراحه في وقته، بس هو ما فتحش في وقته، فدي كانت المشكله. وكل سؤال لازم هو يتحط له خطوات، طب احنا نعمل خطوات فين؟ وورقه المفاهيم اصلا ملهاش اي لازمه. لا يعني جت منها مثلا حاجه، بس انت هتضطري تجيبي حاجه من دماغك تاني، فلا ما لهاش لازمه. طيب بالنسبه لك كم سؤال تقريبا واقف قدامك؟ كله والله ما عدا الباب الاول. الباب الاول كان حلو، جه منه سؤالين واحد بس، وكله على الباقي على الباب الثالث، وسؤال واحد مقالي في الباب الثاني اللي هو ايه ده. طب انت حابه ان انت تمتحني ورقي اكتر ولا تابلت؟ بالنسبه لك تمام ولا صعب؟ لا امتحن تابلت الصراحه، بس يفتح في وقته، يعني يفتح في وقته ويبقى حلو، بس ينتهي طبعا.